السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة ولم السغاليت في قلب بعض. قبل ما نتكلم في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتبتسم تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة ان شاء الله هقول لك لم السغاليت ازاي وهنشوفه عمل. الفيديو اللي فات في زغاليل كنت بحجزهم عشان بقول لك ما تخليش زغاليل قاعده على الظهر عشان غيرها ما يقلدوش بعض، ما يرنخش زغاليلك زغلول على حس زغلول تاني. فالنهارده ان شاء الله هنفتح للزغاليل كلها، ما حجزناش منهم الا واحد، وده اتنقل حتى في شويه تانيين عشان خاطر هنقول لك ليه. وانت بتلم الزغاليل بتاعتك هتبتدي اللي هي تلم بعضها وتجيب بالعادي. في واحد بيبتدي اللي هو يبقى ايه تحتيهم وساح وشه تحت، وشه مكفي تحت الطريحه بتاعته، وتلاقي مثلا فرد حام عدي كده ها عينه عليه عايز يروح وراه، تلاقي فرد حام عامل كده. فده ببتدي اللي انا احجزه من قلب الطريحه عشان ده ما يغلطش الزغاليل. ممكن ده اللي هو مثلا بيسحي ده لو ركب وسط الشويه دول وهم هيمسكوا العالم ورمى نفسه، ممكن وهم ابتدوا يتحركوا يرمي نفسه، لو اي حد هيقوله شويه حمام ممكن ينزل يركب عليه. كل ده انت بيبقى نظرتك في قلب الزغاليل بتاعتك. ده بالنسبه لفرد الحمام اللي انا حاجزه. طب دلوقتي هنفتح للزغاليل دي، بس قبل ما نفتح للزغاليل دي في سؤال كده هناخده في سكتنا عشان خاطر اخواتنا وحبايبنا، عشان احنا ايه قلنا لو في اي حاجه الناس تكتب لنا في التعليقات برضه بنرد على الناس، بس بنعرض السؤال بحيث اللي هو لو حد ما شافش اللي هو الاجابه بحيث اللي هو برضو ايه يستفاد. عندي طريحه زغاليل اعمارها مش متساويه، وابتديت اللي انا اصنع حمام في قلب حمام. يعني عندي مثلا 5 هنا او 10 من هنا، طريحه الزغاليل كلها عمرها مش عمر واحد او مش متوحده او سن واحد. ببتدي اللي انا اطبعهم في قلب حمام كبير، لزق 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 لزق، عملوا دوره بنفسه. زغاليل شوطت، الزغاليل شوطت بس ما خدتش حقها في تصنيعها وجريها. القصه دي ما خدتهوش، لا ده اتلزقت في حمام كبير. طيب لو الحمام ده سنه جاب التلاتات يبقى الحمام ده هيستريح ويتساب على الظهر ومفيش اي مشكله. لو الحمام ده سنه قبل التلاتات هيبتدي الحمام ده يتاخد من قلبه بعضه كده ويتاخد من الحمام الكبير ويتقفل عليه يومين، وبعد كده يتخلف الميعاد بتاعه. لو انا بفتح اخ النار ابتدي اللي انا افتح لهم الصبح بدري. الحمام ده هعيد تشويته من اول وجديد قبل سن التلاتات. ركز للكلام ده، يعني مثلا عليهم سبعات، عليهم ستات، عليهم خمسات. الزغاليل اللي هي سنها صغير دي، ما هي دي الاعمار مش متساوي، وفي حمام جاي اللي هو سن التلاتات، هاخد الصغيرين دول هعيد تشويتهم من اول وجديد. يا جدعان طريقه الزغاليل لو 5 زغاليل بس وسنهم صغير ما لزقهمش في قلب حمام، هعملهم معامله طريحه كبيره، عاملهم معامله طريحه كبيره. عندي اللي دخل في سن التلاتات، في سن التلاتات هيتساب مفيش اي مشكله لغايه ما يخلص الريش اللي عليه، واللي هم الصغيرين دول هيطلعوا مرحله الصبح يقوموا يشوطوا ويبداوا اللي هم يصنعوا نفسهم وياخدوا حصه لوحدهم. حتى لو 5 زغاليل ببسطها لك، لو مش هم مش هقول لك 10 ولا 15، لا ده لو 5 زغاليل لو 4 زغاليل هتبدا تشوطهم ويلموا بعضهم وياخدوا بعضهم ويحفظوا السكه ورايحين جايين. الحمام مجمل اللي انت بتربيه بيجي وقت عليه بيتضم على بعض. يعني الحمام اللي انت بتربيه صغير بكبير بطويل بقصير، كل ده بيجي فتره عليه ويتلموا في قلب بعضهم. امتى؟ لما الحمام ده يتساوى ويقفل سمعه. طيب الطريحه دي اللي هي الصغيره دي قاموا شوطوا وخربوا الدنيا وابتدوا اللي هم اللي عليهم تلاتات دولت ابتدوا اللي هم يقفلوا سمعه. قبل ما يقفلوا السمم هيكونوا الطريحه الصغيره ابتدت في سن التلاتات. هستنى عليهم لغايه ما يخلصوا وابتدي اللي انا هضم دول على دول بعيد عن حمام كبير الطريحه اللي انا مربيها.
يعتبر في الصيف هبتدي بعد ما الحمض ده كله يتستف، حتى لو في دخلة الشتاء الحمض هيتسوى كله مع بعض، هبتدي الوقت اللي انا هضمهم على بعضهم. ضمتهم على بعضهم ما لهمش علاقة بالحمام اللي بيترمي عنده والحمام الكبير، لا دي الطريقة اللي انا مربيها ان كان في الصيف او ان كان في الشتاء، هضمها كلها تبقى مجموعة واحدة تقعد على الظهر. مفيش حمام بيتصنع في سمك، الحمام عشان يحفظ بعضه ويتصنع صح الحمام يكون حافظ بعضه على الظهر. يعني حمام انت عايز تصنعه في قلب بعض مربي طريحة والطريحة، عايز تضمهم على بعض ما ينفعش تضمهم وهم سايبين، يعني ما ينفعش تضمهم في طيران لان دول بيبقوا واخدين يعتبر دورة معينة، واخدين اسلوب معين، ودول واخدين برضو دورة معينة واسلوب معين. عشان خاطر تضم دول على دول بتبتدي ان انت تسيبهم على بعض لمدة 10 ايام ولا 15 يوم، ويبدأوا ان هم يحفظوا بعضهم. تيجي تديهم الفزع يبدأوا ان هم يلموا على بعضهم. لكن انا دلوقتي لو عامل 10 وعامل 10 الناحيات دي دفعة ودي دفعة، هاجي مثلا دول هبدأ ان انا افتح لدول عليهم، هتلاقيهم يفضلوا يتفركشوا منك وممكن يشوطوا الحمام الكبير. يعني دولت متصنعين ودول متصنعين، بس انت عشان ما حطيتهمش على بعضهم وحطيتهم في السماء على طول، يعني بتفتح البيبان مره واحده وما بيقعدوش مع بعض، هتلاقي ممكن الحمام ده يرجع يتفركش من اول وجديد، لان بيه 10 دولت طب وال10 دولت طب، وانت بتطبع دول على شيء ودول متطبعين على شيء وعايز تلزقهم في قلب بعضهم. لا، يتساووا كلهم في قلب بعضهم، يقعدوا على الظهر ويقعدوا على الظهر وقت كافي، مش يقعدوا ساعه وهلم. يعني الزغاليل تيجي دلوقتي عشان اخليهم كده دلوقتي، هو كل واحد ساكن في باب، ببدا ان انا افتح لهم وبسيبهم لبعد العصر. الفتره الزمنيه دي وقت كافي ان الزغاليل تتطبع على بعض، وقت كافي ان الزغاليل تحفظ بعض، وقت كافي ان الزغاليل تحفظ غيتها تتدشر صح. لما تيجي يبداوا يلموا بعضهم يكونوا شبعانين بالغيه. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليك، اتمنى ان انا اكون فدتك حتى لو بمعلومه صغيره. تمام يا رجاله، هنتفرج كده هوريك فرد الحمام برده اللي انا حجزته من الحمام ده. بس نفتح ليه ادي ده اللي اتشال، لان ده كان تحت الطريحه، ويا ريت تيجي لتاني. يعني ده اهو اللي اتشال من الطريق تحتيهم كده وبيسح كده، والتانيين ابتدوا اللي هم يتشعبطوا ويبداوا يمسكوا بعضهم. يوم عن يوم ادائهم بيزيد، يوم عن يوم الاداء بيزيد. زغاليل ايه؟ في زغاليل بقى بتبقى راكنه من جوه كده، تحاول ان انت تهزها كده من ايه؟ من الباب اللي جنبها، لو مفهومش مشكله، انك انت برضه بتتمم على الزغاليل بتاعتك، ممكن بيبقى زغلول راكن في مشكله، لكن دول الحمد لله ربنا ما يجيب مشاكل لاي حد. دولت في حمام كده هيتعود بقى اللي انت تزقه من جنب كده عشان خاطر ايه؟ يبدا اللي انت تيجي تفتح له بعد كده يتعلم ان هو يطلع على طول. ادي اهو بص، لو كان ثلاثة واربعة بيمسكوا بعضهم، دلوقتي اهو المجموعة ابتدت اللي هي ايه تلم بعضها. بص مثلا ثمانية خمسة قصة دي، تعالى بقى ميعاد الكلفة تيجي تديهم واحدة تلاقيهم كلهم ماسكين في قلب بعضهم. طيب بيحطوا دلوقتي ليهم فزعة برضه في قلب بعضهم،
هتلاقيهم ماسكين في بعضهم احسن منك. تبدا اللي انت بقى ما تعجزهمش ايام. دولت ما ينفعوش كده انت بتلم زغاليل في قلب بعضهم، دولت ما ينفعوش يرتاحوا يوم ولا يومين ولا حاجه. خلاص ابتدوا اللي هم ايه يتصنعوا، ابتدوا اللي هم يمسكوا بعضهم، بتبدا اللي انت خلاص بقى تديهم المعاد بتاعهم. ودولت تلمهم بدري قبل اخر النهار، لان انت ممكن اخر النهار بتلاقيهم مكلبشين في قلب بعضهم ممكن يسرحوا منك. بعد العصر برضو الجو بيبقى ايه مكشف والدنيا جميله، وبرضو ايه الشمس قرص عليهم مش هيسرحوا السرحه اللي في دماغك. لكن الصبح بص يعملوا اللي هم عايزينه، الصبح يعملوا اللي هم عايزينه. طبعا انا ايه فتحت لهم، انا ما فزعتش حاجه، هو الحمام كله هو اللي ايه اللي ببتدي اللي انا اخللهم من وشهم. ولازما وانت بتفزع طريحه الزغاليل بتاعتك او بتبتدي اللي انت تلمها، عينك بتبقى في وسطهم كده اهو، وبتبدا اللي انت تخللهم من وشهم عشان ايه اللي مش قادر او اللي مش جاي يجي على الغيه، ما يجيش في اي مكان تاني. تخللهم من الغيه خالص كده اهو، ممكن شويه ابعن شويه برضو مع الوقت ده، لان هو خلاص بقى اللي هو ايه منهجه وسع معاك ده هيمسك العالي. تقول اللي هم يتطبقوا في قلب بعضهم، الاول كانوا بيشوطوا في الواطي، ابتدوا اللي هم يشوطوا في العالي دلوقتي ويلموا بعضهم يتفركشوا، ويلموا بعضهم يتفركشوا. انت بقى في التصنيع مثلا كل شويه بتديهم واحده اهو، دولت فيهم كام واحده كده اب العالي، بس عيني مش جايباها. على فرق بنفسجي بعديها اهو، تعال والعبيسه مسود. هطلهم كده هما بيحطوا دولت ناقصين بتاع ستة، الستة دولت فيهم اتنين بيض وفيهم اتنين مساويت، حلس ازرق حلس الاحمر. بص
ادي الست اهو. اقول لك هم قابين بس انا عيني مش جايه. بس الثلاثه البيض اهو، واحد منهم اهو ده اخ من الاثنين الاخوات، والاثنين اللي فوق دوت ان شاء الله اللي جي جايين ده قريب. ادي اهو بص مسود اهو، شطاف تايه. الطريحه القليله، الطريحه الصغيره عينك بتبقى جايباهم لاول والاخر، لكن لو كبار هتفضل بقى ناقص ايه، وافضل اعد وافضل ابص واقعد نص ساعه او ساعه كده عبال ما اجمع ان هم ايه ناقصين ايه. اضرب بقى كده عشان ايه ما يتعودوش اللي هم الست على بعضهم، ياخدوا بيتهم ياخدوا بيتهم كده بعد ما خلصوا مناهجهم كده عشان يلزقوا في قلبه بعضهم اكتر. اتفرج يابا دمه واحدة عن واحدة ويوم عن يوم، كل ده هيفرق مع الطريقة بتاعتك. كل يوم هتلاقي أداهم بيحلى، هتلاقي أداهم بيزيد، تبقى مبسوط وانت شايفهم بالشكل ده. تمام يا رجالة، خمسة وانا ارجع لكم في الحط. الزغاليل ايه يا جدعان؟ خلاص بقى ابتدوا اللي هم يكلبشوا ببعضهم. هو مفيش شوارة ولا صفارة يا جدعان، في صفارة بتاعت لم، يعني في صفارة كده اللي هي ايه الناعمة دي، دي انت بتلمهم في قلب بعضهم، لو واحد متطرف اتنين متطرف كده بتطبعهم كده، لكن دولت مش هياخدوا صفارة ولا شوارة مثلا في وشهم دلوقتي. لكن في واحدة كده لما بنكون مثلا في حمام متطرف ولا حاجة كده، بنبدأ اللي احنا نديهم واحدة ناعمة كده ايه يكلبشوا ببعضهم. بص اتفرج يا معلم، اتفرج عشان بعد كده انت مش هتشوف حاجه. يعني بعد كده هنفتح ان شاء الله الحمام ده هيعتمدوا. تمام يا رجاله، بعد كده الحمد لله النهارده كده ايه حصة اعتبر بتاعت الصبح، فبيبقى فيه ايه واحده ولا اتنين كده قبل اللم بتاعهم ويومهم بيبقى انتهى معانا. تمام يا رجاله، معلش الاطاله عليكم، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله، يا احلى ناس في الدنيا.